بنات، انا رايحة اشوف صديقتي دلوقتي. بتمشى ناحية هايد بارك. الجو يجنن، يعتبر انا متقلة شوية يعني عن الجو. الناس لابسة صيفي بس انا لابسة شتوي، بس اتس اوكي، عادي عادي. انا اصلا مش مصدقة نفسي ان الدنيا شمس كده وانا ماشية بشتا. مرة واحدة اخيرا تكون لندن فيها شمس كده. بصوا، اخيرا مرة من نفسنا الحقيقة. يعني انا جنب دلوقتي سفارة المغرب، والحقيقة يعني ان هنا من اكثر المناطق المفضلة ليا في لندن. هي المنطقة بتاعت كروسفينر جاردنز وهايد بارك وماي فير. احساس بيسفول يعني. بصوا، من اكثر البلاد اللي بحب امشي فيها هي انجلترا، لندن او بورتسموث، وخصوصا لما يكون الجو كده حلو ومشمس وما فيهوش مشاكل، بيبقى احساس حلو قوي بصراحة. يعني مش على طول بيكون الجو كده حلو نهار وشمس ومش برد. يعني انا اول مرة اتقل بزيادة والدنيا ما تكونش برد هنا. يا جماعة، احب اشارككم ان دي خامس سنة ليا في انجلترا، او خامس سنة ليا راجع على انجلترا. احساس ما يتوصفش فعلا. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't انا متهيألي انا لابسه اللبس الغلط خالص للتمشيه الصراحه. هنبقى مشهورين. انا من زمان وانا بقول ان انا عندي الفيس. يا جماعه ده يلا تعرف، انا زياد. ايوه، ودي سمية، وانا في وسط اثنين. الا لو حلو. انا هنشوف المونتاج. انا ثيرد فيل يا جماعه. لا كلنا ثيرد فيل، كلنا اخوه مع بعضينا. يا جماعه احنا في هايد بارك لندن. انا مش مصدقه نفسي ان الجو حلو كده. ما بتحصلش صح؟ لا ما بتحصلش. حرفيا ما بتحصلش فعلا. انا كنت جايه متقله وبتاع، بس في الاخر قلعت. يعني الحمد لله انا كنت لابسه ده تحت اللي انا كنت جايه بيه. الدنيا حار. لا حر النهارده، بس ايه يعني ان الواحد يكون prepared احسن بكتير عشان لندن غداره. صح، لندن غداره. لندن غداره قوي. سمية، قولي لنا ايه رايك في لندن؟ سمية بقى لها هنا ثلاث شهور. شهرين. تحفه؟ عجباكي؟ في اي حاجه زي تقولها لهم غير انها تحفه؟ في اي ريفيو، اي حاجه تنصحيهم ليه يجوا يعملوها وهم تورست؟ ايه الحاجات اللي احنا عملناها سو فار؟ احنا عملنا كل حاجة. يا ايه الاماكن؟ توك ذا بوت اللي هي ذا تور بوت. حلو. من ويست مانستر لحد جرينتش. اوكي. Such an amazing like experience، عشان بتخليكي تشوفي يعني كل الاماكن المشهورة. وفي الاخر جرينتش ديت مكان ما اعتقدش ان الناس كتير بتروح، بس اتس سو بريتي. يعني مكان جميل جميل جميل. وغير كده بقى I suggest، يعني احنا كنا بنتكلم في الموضوع ان المشي هنا احلى حاجه بتتعمل. لا انتوا تمشوا يا جماعه، ما تكسلوش. فابداوا مثلا من تشاينا تاون وامشوا بقى لحد ويست مينستر، 5 كيلو كده مش هتحسوا بيهم. هتشوفوا كل حاجه تتشاف، مش هتحسوا بيهم فعلا. يا الجو جميل. لما الجو بيكون جميل الدنيا الصور بتكون حلوه. وهايد بارك اللي احنا فيها طبعا. هنا هايد بارك حلو قوي. اوكسفورد ستريت، اوكسفورد سيركس. ممكن برضو كامدن ماركت. كامدن ماركت حلو. ممكن ريتشموند بارك. انت تعرف بقى لحد دلوقتي ما رحتش ريتشموند؟ واحنا برضو لسه ما رحناش. احنا وي ار بلانينج تو جو تومورو. بجد؟ يا ار يو جوينج تو بي هير تومورو؟ لا.
للأسف. والله we were planning it عشان بقالنا فترة عاوزين نروحها. And it's amazing. لا بس الحمد لله أنا دلوقتي finally في حد هنا موجود, فلما أجي بقى أقعد 10 أيام ولا حاجة هنجمع لك ال الإكسبيرينسز بقى. أيوة ونقعد تاخدي الخلاصة. لا بس انت كنت هنا اكتر مننا تكنيكلي. انت عارفه اكتر اكشلي. لا احنا هنعيش في الجو ولا ايه ولا احنا عشان لا بس على اساس ان انتوا بقيتوا قاعدين هنا فالواحد ما يكونش وحيد يعني برضو. اكيد طبعا الطلاب اللي كانوا هنا في الجامعه كل حد مشي خلاص, كل واحد رجع على بلده. مفيش حد غير انا وخطيبي. انا وخطيبي خطيبك صحيح خطيبي. احنا هنحكي بقى اخواتنا معانا. انا وزياد برضو كنا عايزين نروح ناكل كشري. هو في كشري هنا؟ لا في محل كبير. لا انا هاكل معاك. هاكل معاكم كشري خلاص. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. يا جماعة جايين ناكل كشري في لندن. عجبكم كده الاثنين دول اللي جابوني هنا كشري في لندن. It's full. It's full. حتى لو هنا. I don't mind. واو يا جماعة بصوا المنيو فوق. لا انا مش مصدقه. I like, you know, how people perceive you, how you respect them, you know, what's good for the kids. It all came from my parents, you know, it came from my mom. And she's still at this stage, I'm 46 years old, she's still parenting me today. And that's a good thing about that lady. I love her to death. حلوة قوي صح؟ لا شكرا يا زياد for the recommendation. دي كانت فكرة مين زياد ولا فكرة؟ لا كمان؟ sorry بجا؟ انا جدا الاسانسير. تعال لا والله الفيلم كان حلو, كان كل متوقع بصراحة. yeah it's really nice بجد. especially it relates ان هو حاجة حقيقية. عجبني ان هم حطوا الفاكتس وكل حاجة كتبوها كده. شكرا يا زياد. شكرا يا سوي. نرجع على الاوتيل دلوقتي. عايزه اقول لكم ان الجو برد 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 بشكل مش طبيعي. لبست نفس اللبس تاني اللي انا كنت لابساه الصبح, لان انا كنت قلعت البلوفر اللي انا لابساه, اللي كنت لابسه تحتي حاجات وكده, وكانت الدنيا حر. دلوقتي الدنيا تلج, ماشيه متكتكه. يعني بقول لكم بجد جو انجلترا جو باي بولر بجد. anyways ده كان يوم يا حلوين. اتمنى ان اليوم يكون عجبكم. طبعا رحنا السينما اتفرجنا على الموفي, كان حلو قوي عجبني, واكلنا كشري, ورحنا هايد بارك سينما حلوة بايت, ورحنا هايد بارك من اكثر الاماكن اللي بحب ازورها. هكون صريحه معاكم, مش عارفه ليه الفتره دي عندي احساس كبير قوي ان في حاجه ممكن كبيره تحصل تتغير في حياتي للاحسن ان شاء الله. فمش عارفه ليه عندي دايما احساس
ان خلاص انا على وشك ان انا ابطل طيران او ما طيرش نفس الديستنيشنز او مثلا مش عارفه اشرح لكم احساسي بصراحه. فالفتره دي كل بلد بسافرها بما فيهم انجلترا بقيت بصور الشوارع وبصور كل حاجه بعملها. طبعا يعني مش كل الناس هتفهمني، بس لما يكون السفر شغلك او شغلك تحس ان الموضوع خلاص بقى عادي فبتبطلوا تتصوروا. فانا رجعت اتصور تاني، صور الاماكن اللي بزورها واعمل بلان واخرج وبس. anyways حلوين، ده فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. يعني هو فيديو مش بلاند قوي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم حلوين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، تنسوش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة. باي باي.